السيد نائب المحترم السيد الرئيس أحمد التهامي، فليتفضل مشكورا. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدان الوزيران، سيدات النائبات المحترمات، السادة النواب المحترمون. يشرفني باسم فرق المعارضة أن أقدم تحليلاتنا وكذلك موقفنا من خلال مناقشة مشروع القانون رقم 93/12 يقضي بتغيير القانون 94/96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما وقع تغييره وتتميمه بظهير 17/4/2007. هذا المشروع قانون جاء بمادتين، مادة تنسخ ثلاثة يعني مقتضيات، وهي المقتضى رقم 6 و 12 و 13 من فقرة 3 من المادة 29 اللي كتعلق بمهام الوكالة الوطنية للتقنين لانختي. إذا هذا مشروع قانون يتعلق بموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وهو موضوع التكنولوجيات الرقمية واستعمالاتها في مجالات متعددة. وما يهم هذا القانون هو المجال ديال الارتباط بالثقة الرقمية، وأيضا يرتبط بالمصالح العليا للوطن كالدفاع والأمن. فإذا هو موضوع على درجة كبيرة من الحساسية. هذا المشروع ذو مضمون من حيث المبدأ إيجابي، ولهذا تعاملنا معه بإيجابية، لكن هذه الإيجابية لا تعني بتاتا أننا لا ملاحظة لنا على هذا المشروع. هذه الملاحظات لخصتها في ثلاثة. الملاحظة الأولى وتتعلق بالشكل، هذا المشروع قانون طالما يتعلق بموضوع التكنولوجيات الرقمية يعني التكنولوجيا الحديثة، فإننا نعتبر أنه من اختصاص لجنة القطاعات الإنتاجية. هذه اللجنة التي تنظر في عدة مواضيع، ومنها ميزانية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. مسألة أخرى أن التكنولوجيا الرقمية هي تكنولوجيا حديثة بامتياز، وبالتالي فربما ليست لها علاقة مباشرة بالطرق وطرق السيارة والسدود والموانئ إلى البنية الأساسية. لهذا اعتبرناها أنها من اختصاص لجنة أخرى وليس من لجنة البنية الأساسية، لأن موضوع التكنولوجيات الحديثة الآن نظرا للاستعمال ديالو فهو فهي صنعت مجتمعا آخر، مجتمع افتراضي، مجتمع افتراضي فيه فعاليات، فيه جمعيات، فيه ربما قد يكون فيه أحزاب في المستقبل افتراضية. وشفنا كيفاش أن هذا المجتمع افتراضي كان له تأثير في الثورات العربية، الثورات الديمقراطية. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هو أن المشروع قانون هذا يتضمن مادتين فقط، مادة تنسخ أو تنسخ ومادة تعلن عن الصدور في الجريدة الرسمية. واضح. تنسخ ثلاث فقرات من مادة
هي المادة 29 المتعلقة بمهام الوكالة الوطنية لتقنين اتصالات أو مواصلات لا نختي. السؤال بالنسبة إلينا هو أنه هذه المادة تنسخ صلاحيات، ثلاثة صلاحيات فقط، ولكن لا تقول لنا، أو هذا المشروع لا يقول لنا أين ذهبت هذه الاختصاصات، من سيتولاها؟ صحيح أن الورقة التقديمية بيّنت أن هذه الصلاحيات سحبت من الوكالة والوزارة المعنية وأسندت إلى ثلاث مؤسسات اللي هي اللجنة اللي هي لجنة الأمن للمنظومات المعلومية أو منظومة المعلومات، ثم أسندت أيضا إلى هيئة لنفس الجهة هي إدارة الدفاع، ثم مركز. إذن ثلاث مؤسسات جديدة استوعبت هذه المهام التي كانت مسندة للوكالة الوطنية. لكن هذا الموضوع له ارتباط بالدفاع، له ارتباط بالأمن، له ارتباط بالحريات، الحريات الفردية والجماعية. إذن هو مادة تشريعية لا يمكن سحبه من مؤسسة وإسناده إلى مؤسسة أخرى إلا بنفس الوسيلة، أي بمقتضى القانون. فإذا بالمذكرة التقديمية تقول أنه تم إسناد هذه المهام لهيئات إدارية بمقتضى اتفاقيات بين الوزارة، وزارات طيب الحال الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والإدارة المكلفة بالدفاع، ووزارة الداخلية إلى غير ذلك. لذا نعتبر أنه هذه المقاربة وهذه المنهجية في معالجة هذا الموضوع مخالفة تماما للدستور، لأن لو باراليزم دي فورم توازي إشكال، شكرا سيد الرئيس، يقتضي أن المادة تعدل بشكل معين والمواد التي سحبت منها تسند بنفس النص ومن نفس الدرجة إلى الجهة المستفيدة من هذا الاختصاص، وبالتالي نعتبر أن هذا فيه مخالفة للدستور. الملاحظة الثالثة وهي أن الإسناد مهمة التشفير الكريبتاج وكذلك المراقبة والمصادقة الإلكترونية على هذا التشفير هي من المهام الحساسة والخطيرة جدا، وخاصة في زمن كثر فيه الاختراق الإرهابي لمنظومات المعلومات وكذلك الاختراق الاقتصادي. فأن يسند هذه الجهات شيء نتمينه ونعتبره إيجابيا، ولكن بقدر ما نثمنه فإننا نسجل أيضا الملاحظة التالية وهي الملاحظة الثالثة، أن إسناد الاختصاص في هذا المجال الحساس والحيوي لارتباطه بحاجية الدفاع الوطني والأمن الوطني شيء إيجابي، ولكن يجب أن لا ينسينا ضرورة مراعاة متطلبات حماية الحريات الفردية والجماعية. هذا التوازن شيء مطلوب ومطلوب جدا، لهذا يكون من الضروري أن العملية تقنن بقانون وليس بمجرد اتفاقيات بين وزارات. وبهذه المناسبة يعني كنستغلوا هذه الفرصة وتنحيوا وتنوهوا بالمجهود الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية الوطنية في مواجهة الأنشطة الإرهابية، سواء في مراحلها التنفيذية أو في مراحلها التحضيرية والاستباقية. فنحيي المصالح الأمنية على هذه اليقظة الكبيرة
والتي أبانت عنها في المدة الأخيرة عبر كثير من الخلايا التي تم اكتشافها. طيب الحل، نحن مع ذلك نبقى متفائلين بشأن إشكالية التوازن بين الضرورات الأمنية وبين الضرورات الحريات الفردية، وهذا هو موضوع الحكامة الأمنية الذي نص عليه الدستور الجديد في المادة 154. كذلك نظل واثقين من أن هذه الأجهزة، نظرا لكونها تعمل تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فهو نظرا لصفته كأمير المؤمنين وضامن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، فهذا يخلينا أننا نبقى واثقين في هذا الإجراء، لكن الملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار. لهذا سنصوت لصالح هذا المشروع في إطار ممارسة المعارضة الجدة، المعارضة البناءة. وشكرا. شكرا سيد الرئيس.